يبدو ان احنا محتاجين استفسار عن قانون ركلات الجزاء في مصر. هل في قاعدة موجودة او في حاجة تنص في اللائحة؟ والسؤال للاستاذ عمرو الجنايني الزملكاوي المتعصب، هل يوجد في اللائحة ما ينص ان نادي الزمالك لا يحتسب عليه اي ركلة جزاء؟ لان الامر تكرر بشكل بشع. نتمنى يكون في رد على الموضوع ده. لو الزمالك مش مقرر ان هو يتحسب عليه ركلات جزاء، يبقى عشان ما نجيبش بقى اخطاء تحكيميه ونلغي فكره الصندوق اللي احنا حاطينها فيه اول ثلاث نقط. كابتن الشناوي قال لك ايه؟ ايد ورجل، قدم ويد. يعني هو ممكن ايد ورجل ما جاتش قدم ويد. ما احنا قلنا ضربه الجزاء مش هتحسب على الزمالك غير لو اللاعب خرج على المستشفى. اعتقد ده السيناريو السنه دي. ده بخصوص مباراة الزمالك والمقاصة. طب بخصوص النادي الاهلي والانتاج الحربي، ومحدش يقول اصل احنا فزنا 4-0. انا فزت 4-0، اداء ممتاز جدا، نتيجة واداء مسيطر تماما، لكن حقي لازم اخده وانا كويس او وانا وحش، لان ده في النهاية حقي حتى لو كان غير مؤثر. ولكن ده بيخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. هل برضو سؤال تاني موجود في اللائحة ان النادي الاهلي لا يحتسب له اي ركلات ترجيح او ركلات جزاء؟ نشوف ركلة جزاء رمضان صبحي برضو بتعليق الكابتن احمد الشناوي ونرجع تاني. اعتقد الصورة خير دليل، ومش هنتكلم خلاص، عملنا الصندوق بتاع لجنة الحكام. بس انا خايف اعمل صندوق جنب الناحية التانية وبقعد وسط صندوقين كده عن لجنة الانضباط، لان التصرف اللي حصل من كابتن طارق حامد يستوجب ايقاف من مبارتين لاربعة. هتقول تقرير الحكم والحكم ادى انذار قبل ما يدي الطرد عشان يغيب مباراة واحدة، هقول تم عقاب شيكابالا، رمضان صبحي، حسام عاشور، كابتن حسام عاشور عن طريق الفيديو. اعتقد الفيديو واضح جدا لسوء سلوك من الكابتن طارق حامد. وبرضه سؤال للاستاذ عمرو الجنايني، هل تخشى ايقاف طارق حامد مباراه الاهلي؟ على العموم عشان ما حدش يقول الكلام ان احنا بنخشى مواجهه طارق حامد، عايزين نقابل الفريق نادي الزمالك فول تيم، لكن احنا عاوزين يكون في صندوق واحد للحكام، ما يبقاش صندوق حكام وصندوق للجنه الانضباط. اعتقد يا فارس الصوره واضحه تماما. على فكره احنا مش متضررين، احنا هننتظر نشوف، واللي هيتم ارساءه كقاعده على طارق حامد هو اللي بعد كده هنحاسبكم بناء عليه. ورساله لكابتن جمال الغندور، لماذا تم الغاء الحكم الخامس؟ انا بقول ان ده فخ. الحكم الخامس كان عنده اخطاء واحيانا ما كانش بيساعد الحكم في قرارات، ولكن فكره الغاء وعدم تطبيق الفار انا حاسس ان احنا رجعنا خطوه لورا، وانا بقول ان ده فخ. اعتقد ممكن نحتاج الكلام ده نرجع له. ولكن على جانب اخر، بعد المباراه اللي تعرض فيها المقصه لظلم واضح، كانت تصريحات كابتن احمد حسام شديده الهدوء والاتزان اللي يحسد عليها. قال نستحق ركلتي جزاء اليوم وللمباراه الثانيه على التوالي، لا يتم احتساب ركلات ترجيح صحيحه لنا امام الزمالك، لكني ارفض التعليق على اداء التحكيم. حلو يا كابتن، تاني مباراة قدام الزمالك غير مباراة دجلة الشهيرة، فأعتقد الهدوء ده تحسد عليه، وأتمنى نفس الهدوء ده تتحلى بيه دائما، لأن جزء من شعبية كابتن أحمد حسام عند جمهور الزمالك بناها على فكرة إن النادي الزمالك تحكيميا تعرض للعديد من المؤامرات. فكويس يا كابتن إن أنت تشرب من نفس الكاس. حاجة تانية، أستاذ عزيز الشافعي اللي كان بيقول إن الكورة طلعت جول الحمد لله مش تسلل، ده في لقطة سابقة قبل كده، ما بنعرفش ننام إحنا في مواقف زي دي. حاولت أكلم كابتن عزيز الشافعي عشان أسأله عن ضربتين الجزاء، ولكن للأسف قالوا لي إن هو كان نايم كويس إمبارح. صح كده يا أحمد؟ صح كده، أعتقد الأمور واضحة تماما، وأعتقد غطينا الفقرة بما بشكل كامل يا أحمد. قدرنا نوصل اللي حصل خلال الأسبوع. هنروح في الفقرة الأخيرة لفقرتنا المحببة ريمونتادا بعد ما نرجع من الفاصل.